مساء الخير. نبدا جولتنا على اسواق اليوم من الخليج، حيث انخفضت معظم اسواق الاسهم الخليجيه بالتعاملات المبكره نهار الثلاثاء مع فشل تقارير الارباح الايجابيه عن تعويض اثر تراجع النفط بنسبه 5% لاقل من 50 دولار للبرميل، واللي هو ادنى مستوى من 6 اشهر. اما على الاغلاق فشدنا انخفاض مستمر ببعض المؤشرات الخليجيه الرئيسيه بالرغم من تعافي اسعار النفط لاعلى من 50 دولار للبرميل. مؤشر دبي الرئيسي اغلق على انخفاض بنسبه 0.57% ومؤشر ابو ظبي على انخفاض بنسبه 0.2% بالرغم من اعلان الدار العقاريه احدى الشركات الراسخه والسليمه بالمؤشر عن زياده بنسبه 18% بارباح الربع الثاني. اما مؤشر السعوديه فاغلق على انخفاض بنسبه 0.65%. وبننتقل لليونان، فلليوم الثاني على التوالي تراجعت الاسهم اليونانيه بالرغم من تسجيل اداء افضل من قبل الشركات الغير ماليه، الامر اللي بيعكس الازمه الماليه والمشاكل الاقتصاديه اللي عم تتعرض للبلاد. بلغت خسائر اسهم البنوك ببورصه اليونان نحو 60% من قيمتها خلال يومين. خسر مؤشر بورصه اثينا بنسبه 16.2% نهار الاثنين، اسوا هبوط له من سنه 1985. بحب شير الى انه بتتوقع اليونان ابرام صفقه انقاذ مع المقرضين بحلول 18 اب مع بدء صياغه الاتفاق اعتبارا من نهار الاربعاء. ومننهي مع تويوتا شركه صناعه السيارات اليابانيه اللي اعلنت عن زياده بنسبه 10% بارباح الربع الاول من السنه الماليه، وقد ساعد بهالموضوع ضعف الين وخفض التكاليف. وبالارقام ارتفع صافي الدخل ل 646 مليار ين بالفتره الممتده من نيسان لحزيران مقارنه مع 588 مليار ين بنفس الفتره من السنه الماضيه. كما اعلنت تويوتا عن رفع توقعات مبيعاتها بشكل طفيف للسنه الماليه باكملها. هيدي اخبارنا لليوم، شوفكم بكره.